الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأجور الدراسية للدراسات العليا المقبولين للعام الدراسي 2023 و2024 والمستمرين بالدراسة في الأعوام الماضية. وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد المبالغ للدراسات الإنسانية بواقع 2,250,000 دينار لدراسة الدبلوم العالي، و3,000,000 دينار للماجستير، و3,750,000 دينار لدراسة الدكتوراه. وأضافت الوزارة أن أجور التخصصات العلمية حددت بمبلغ 3,000,000 للدبلوم العالي، و3,750,000 دينار للماجستير، و4,500,000 دينار لدراسة الدكتوراه. ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط لأكثر من 1% اليوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 90 سنتا أو ما يعادل 1.9% ليصل إلى 83 دولارا و28 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 90 سنتا أو ما يعادل 1.05% ليصل إلى 86 دولارا و33 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، ثاني أكبر مستهلك بالعالم للنفط. قال وزير الطاقة التركي ألبار سلام بيرقدار إن أعمال صيانة خط الأنابيب الذي يمتد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي أوشكت على الانتهاء. وأكد الوزير بيرقدار أن تركيا تهدف إلى تشغيل خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد مباحثات مع وزير النفط بغداد حول موضوع النفط وإعادة التصدير. وكانت خسائر كردستان العراق من وقف تصدير النفط قد اقتربت من 5 مليارات دولار، فيما يحاول العراق التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي من أجل استئناف التصدير الذي توقف منذ حوالي 5 أشهر. أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن أكثر من 600,000 زائر عراقي وفد إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023. وذكرت الوزارة أن عدد الزوار العراقيين إلى تركيا خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية تموز بلغ 6,491 سائحا، منخفضة عن نفس الفترة من العام 2022 الذي بلغ 660,045 سائحا، فيما ارتفعت عن العام 2021 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 385,446 سائحا. كما أشارت الوزارة إلى أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا في 7 أشهر من العام الحالي، تليه السعودية ثانيا بعدد 512,000 سائح، والكويت في المرتبة الثالثة. قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جغلي أوغلو إنهم يتوقعون رفع التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد. من جهته أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أن بلاده تثق بالمستثمرين الأتراك وتأمل أن تستفيد تركيا مع الفرص في المملكة، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مستوى متقدم وسجلت تطورا كبيرا. وأكد الخريف أن زيارته إلى تركيا تهدف هذه إلى تعريف المستثمرين الأتراك بالفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، وخاصة قطاع الصناعة والتعدين، وإبراز أهميتها. وهذه انتقالة سريعة على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.